بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت تفكر في كيفية تسجيل حضور الطلاب بنقرة واحدة، فإليك الحل المناسب من هذه الطريقة. عندنا ملف اسمه Meet Attendance أو Extension Meet، بنبحث عنه في جوجل كروم بهذه الصورة. بيظهر لي أول واحد، بنقر عليه نقرة واحدة، تظهر لي شاشة جديدة فيها الكروم ويب ستور وفيها أيضا Meet Attendance. عندك سؤال؟ ملاحظ صيني في Add Chrome، نمر عليها نقرة واحدة Add Chrome، مجرد ما نضغط عليها بتعمل لي شكل وبتنزل لي Added أهم بAdd Extension. ملاحظ صيني الملف نزل بهذه الصورة. الآن بيصير عندي هنا ايكون، كما ملاحظين هي ايكون علامة بتاع التفاحة، المفروض تكون حمراء، لكن لأن ما مفعلة لو أخذت اللون الرمادي. لو هنا الميت attendance has been added to Chrome this icon will be visible when the extension can act on the current page. متى بتصير لك أو بتتنشط؟ عندما ندخل على الجوجل ميتنج أو الميت. الآن دخلنا على الميتنج، نلاحظ هنا في آيكون مربع وفي علامة صحيح أو علامة صح. هذه العلامة بتدل على إنه الميتنج أتندنس مفعل. مجرد ما نقرت عليها كل الطلاب المسجلين معك، بتعمل لهم كابشر وينزل لك في تيست أتندنس شيت أو شيت جديدة تصور لك بهذه الصورة. هذه أنا سميت أتندنس شيت، هذه المحاضرة. صار لك هنا أول كولوم الأسامي، ثاني كولوم الجوين متى دخلوا المحاضرة، والكولوم الثالث ليفت متى غادر المحاضرة، يمكن تكون المحاضرة شغالة وهو يخرج، بيصير لك التايم بتاعه هنا، ويصير لك زمن حضور. أيضا عندك هنا ملاحظ العنوان، يمكن تغيره على حسب أنت ما عاوز العنوان اللي عندك في المحاضرة. طيب افتراضا انه هذه الشاشة ما ظهرت معك، وين اجدها؟ بتمشي الى حسابك في القائمة الرئيسية في جوجل، بتلاحظ هنا في مربعات نضغط عليها، هذه المربعات بنختار منها شيتس. الان افتح معي هذه السبريد شيت. يا شباب السبريد شيت المهمة بتاعتها بتسجل لك كل المحاضرات اللي انت عملت لها غياب وحضور بهذه الصورة. هذه ملاحظة هنا آخر واحدة، صارت دائما في المتحدث أول شيء، تصرف كل الفصول اللي عملت لها تحضير بهذه الصورة في قائمة مسجلة ومحفوظة في الدرايف باسم سبريت شيت. أتمنى هذه الطريقة أن تساعدكم في حل معضلة الحضور والغياب في أثناء المحاضرة، وتحياتي لكم. مختار عبد الرحمن عثمان.